حمراء، صفراء، خضراء ليست مجرد ألوان فقط، إنها دليلك نحو الأمان، إنها مرشدك لتأمين سلامتك. ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة، قاعدة أساسية للسلامة المرورية، كل يوم تدهشنا الأرقام التي نسمعها عن حجم الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الحوادث المرورية. فالوفيات الناجمة عن حوادث السير من أكثر الوفيات سنويا، وكلما تطورت المجتمعات زادت مسؤولية الفرد تجاه مجتمعه. وقد يكون أحد أهم أشكال التطور في المجتمع هو الثقافة المرورية، وللوصول لفرد يحترم قوانين المرور وبالتالي لمجتمع يحترم هذه القوانين، يلزم هذا المجتمع ما نسميه بالتربية المرورية. التربية المرورية تحتاج إلى تعاون وثيق بين وزارتي الداخلية والتربية. للحديث عن هذا التعاون، من أين بدأ وإلى أين وصل، ما نتائجه وآلياته، ما دور الأسرة والمدرسة لنشر التوعية المرورية في المدرسة لدى الأطفال، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرور وأسبوع المرور العربي، وتحت شعار الأمل بالوعي والالتزام. يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو سيادة العقيد إياد عبلة، رئيس قسم العمليات في فرع مرور ريف دمشق. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية جميعا، كل عام يعطيك ألف بخير. عافية، وكل عام وأنت بألف خير. وكمان معنا الأستاذ خالد الطويل، الموجه الأول لمادة التربية الإسلامية في وزارة التربية. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم. بكم. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. يسعد اوقاتكم عن جديد، وكل عام وانتم بالف خير مره ثانيه بمناسبه يوم المرور العالمي ويوم اسبوع المرور العربي. كل عام وانتم بخير، الله يعطيكم العافيه. كل عام وانتم الف عافيه. بمناسبه هذا اليوم ضروري كثير نسلط الضوء على الواقع المروري بشكل عام وبسوريا بشكل خاص. كل عام وانتم بخير بمناسبه الاعياد، عيد الفطر السعيد وعيد اليوم العالمي للمرور واسبوع المرور العربي. ونتمنى السلامة للجميع. جوابا لسؤالك، طبعا من الاختصاصات التي تقوم بها وزارة الداخلية بشكل عام ممثلة بإدارة المرور في كافة المحافظات هي العمل على الحفاظ على السلامة العامة لمستخدمي الطرق، والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. لذلك يتم التوجيه من قبل وزارة الداخلية وإدارة المرور إلى كافة فروع المرور بالمحافظات لضرورة التواجد الدائم والدوري لكافة عناصر فروع المرور على الطرقات العامة لمراقبة حركة الطرقات، ولا سيما الطرقات الخارجية والطرقات السريعة، وخاصة في أوقات المناسبات مثل ما نحن حاليا في عنا عطلة عيد الفطر السعيد، هي عطلة إلى حد ما تعتبر طويلة نسبيا. تم تكثيف الدوريات على كافة المحاور، تم تعزيز وتكثيف دوريات ضبط السرعة للحد من السرعات الزائدة، والتي هي تعتبر من الأسباب الرئيسية والأساسية في حوادث السير. كما تعمل فروع المرور ممثلة بعناصرها وضباطها على قمع المخالفات الهامة والخطرة، ولا سيما المخالفات التي ينتج عنها نتائج كبيرة بالحوادث. وبالنسبة للجانب، كما تقوم وزارة الداخلية وإدارة المرور بالجانب التوعوي لمستخدمي الطريق من خلال إقامة الندوات ومن خلال إقامة اللقاءات والحوارات الدائمة، ولا سيما طبعا مع كافة فعاليات المجتمع وبالأخص بالتعاون مع وزارة التربية، وهي ندوة من أحد ثمار هذه هذا التعاون. طبعا تم إقامة عدد كبير من الندوات ولقاءات مباشرة مع أبنائنا الطلاب، مع إخوتنا المدرسين على كافة بكافة مستويات التعليم، من التعليم الأساسي وحتى التعليم الإعدادي والثانوي.
لتسليط الضوء على أهمية الالتزام بقانون السير وأهمية اللجوء إلى شرطي المرور، خاصة لأبنائنا الأطفال بالتعليم الأساسي، اللجوء إلى شرطي المرور أثناء عبور طرق الطريق، وتسليط الضوء على الأماكن المخصصة لعبور المشاة. وذلك طبعا أكيد كل الهدف منه هو نشر الوعي المروري ونشر الثقافة المرورية، اللي هدف البعيد هو نشأة الجيل على حب القانون، على حب القانون والعمل على تطبيقه، صحيح، والعمل على زرع مفهوم السلامة المرورية من الصغر حتى تنشأ مع هذا الجيل ونوصل لمرحلة يكون فيها الحد الأدنى من الحوادث عن طريق توعية وتنشئة الجيل على التربية المرورية السليمة. صحيح، وبهذا الموضوع من الضروري كثير نتعرف على التنسيق والتعاون مع وزارة التربية بهذا الخصوص. بدنا نسألك عن هذا الموضوع أستاذ خالد، كيف تناولت التربية من خلال المناهج موضوع الثقافة، ثقافة الوعي المروري عند طلابها؟ كيف بتقدر نقدر من خلال المناهج ومن خلال التربية أنه نزرع وعي مروري عند الأطفال منذ الصغر؟ تمام، أسعد الله مساءكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة أعيادنا في هذا الوطن، الأعياد الكثيرة إن شاء الله والمستمرة. نقول في وزارة التربية دخلت الموضوع التربية المرورية والسلام المرورية منذ بدأنا بوضع حتى المعايير الوطنية لتأليفنا كافة المناهج من سنة 2020-2019 وإلى الآن. يعني هذه الثقافة المرورية تدخل في مواد الدراسات الاجتماعية، التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، كذلك تدخل في مواد التربية الدينية. عندنا كثير من القيم التي تحض على احترام القانون والتعاون مع رجال الشرطة في هذا الأمر من أجل سلامة المواطنين جميعا، حتى في قضايا أساسية ومبادئ أساسية، الحفاظ على النفس والتعاون مع الجميع. حتى وصلنا نحن في مناهجنا وتعميق الثقافة المرورية حتى عند مدرسي اللغات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الروسية. تمام، أنت بتخلى بكافة أبدا من خلال تدريب التلاميذ والطلاب على كتابة مواضيع مقالات في مختلف اللغات من أجل تعزيز السلام المروري، بالإضافة إلى الإجراءات العملية. يعني في عندنا حديقة المرور في منطقة بامصلة بدمشق، حتى عندنا في المحافظات البعيدة، يعني عندنا في محافظة الرقة في مدرسة الشهيد حسين الإبراهيم تم افتتاح حديقة مرور، ويعني بتدشين بالتعاون مع زملائنا هناك في ضباط فرع المرور. فالتعاون على أشده من خلال المناهج ومن خلال وضع المعايير اللازمة لهذه الثقافة المرورية اللازمة أكيد لكل تلامذتنا وطلابنا. تمام، موضوع حديقة المرور ومرفق المرور بملعبك سيادة العقيد، بدنا نتعرف منك عن دور مرفق المرور بتوعية الأطفال بشكل عام وتوعية أطفال المدارس خاصة. طبعا مثل ما حكينا بداية، هو التوجه إلى كافة شرائح المجتمع، وتم التركيز على شريحة طلاب المدارس كونها هي الشريحة الأوسع من الأشخاص المستخدمي الطريق، وخاصة كون غالبية الطلاب إما يستخدم الطريق كشخص مشاة أو يستخدم الطريق كشخص راكب بوسيلة نقل كسيارة خاصة أو وسيلة نقل جماعية. أكيد الهدف الأساسي منها كما ذكرنا بالمقدمة، الهدف الأساسي يعني لماذا يتم التركيز على هذه الشريحة أكثر من غيرها من الشرائح؟ مثل ما حكينا أنه هي الشريحة اللي منعول عليها أنه تنشئ جيل من الصغر يعني يتربى أو ينشأ على الثقافة المرورية وعلى احترام القانون، حب القانون وحب تطبيق القانون، ولا يتم ذلك إلا من خلال زرع هذه الأفكار والأفكار التربية المرورية والتوعية بذهن الطفل منذ نشأته، وخاصة بالمراحل الأولى للدراسة اللي هي مرحلة التعليم الأساسي. أقيمت عدة محاضرات مباشرة مع التلاميذ بالمدارس في المراحل الأساسية، أقيمت الحدائق المرورية على مستوى المحافظات وخاصة محافظة ريف دمشق نخص بالذكر، تم عدة لقاءات بالمدارس في كافة المناطق تقريبا، يعني كافة مناطق بالتعاون مع المجمعات التربوية في المناطق يتم التنسيق.
تم افتتاح عدد من الحدائق المرورية، تم افتتاح حديقة مرورية بمحلة المليحة أو بناحية المليحة، كانت يعني من بدايات بوادر أو التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التربية. تم افتتاح حديقة مرورية في منطقة عقربة بريف دمشق، تم إلقاء عدد من المحاضرات بمنطقة دوما، كذلك بمنطقة التل، بمنطقة صحناية، يعني تقريبا بكافة بندبك، يعني أغلب المناطق بريف دمشق تم فيها إلقاء محاضرات. وطبعا نحن لاحظنا الإقبال الشديد يعني شغف التلاميذ لتلقي مثل هذه المعلومات، كونه عم يعكس هذا أي التعليمات اللي عم ياخذها أو أي الأمور النظرية عم تنعكس معه بشكل مباشر على أرض الواقع، وعم يتم نقله هو من خلال هذا الطفل، عم يتم نقله بشكل مباشر إلى مجتمعه المحيط فيه، من أسرة، من زملائه الآخرين بالصفوف الأخرى أو حتى بالصف الواحد. فنحن لمسنا هذا الشيء من خلال تفاعل التلاميذ بشكل مباشر مع ضابط المرور أو عنصر المرور أو مجموعة من فرع المرور اللي عم تكون متواجدة بالمدارس أو بالحدائق المرورية، من خلال أسئلة التلاميذ واستفساراتهم. ويعني حقيقة في بعض الأسئلة يعني احنا كنا ما نتوقع أن تكون من تلاميذ بعمر مبكر، يعني عم يسأل على مواضيع أو شغلات تخص المرور بشكل معمق وبشكل يعني ينم ويدل على وعي وحب الاطلاع على هكذا مواضيع. أكيد. عم يلقى طبعا لأنه مثل ما حكينا التلميذ أو الطالب عم يستخدم الشارع بشكل يومي، من خلال أثناء ذهابه إلى المدرسة، أثناء العودة، أثناء نقله بحافلة نقل الركاب. طبعا هذا كله عم نسلط الضوء إما نحن أثناء إلقاء المحاضرات أو زملائنا على ضرورة التقيد بالقوانين حفاظا على سلامة هذا الطفل. يعني أحيانا كثير نحن بنقله أو بنسلط الضوء على كيفية الصعود بالحافلة، كيفية النزول من الحافلة. يعني نحن من خلال تجربتنا بالمرفق المروري وتواجدنا بشكل يومي وعلى تماس صحيح، وأكيد مشكورة جهود جميع المشاركين في نشر ثقافة مرورية عند طلابنا. وبهذا الخصوص بدنا نتعرف منك أستاذ خالد عن دور المدرسة بالتوعية المرورية عند الطلاب. يعني هذا الأمر يتم بالتعاون مع كل الجهات المحيطة بهذا التلميذ، بدءا من إدارة المدرسة، المعلمين في المدرسة، التعاميم الصادرة عن وزارة التربية، كذلك لا ننسى دور الأهل يعني أولياء الأمور. المدارس نحن لا نكتفي بالنسبة للمناهج بأن تقوم فقط بتطبيق الأمور النظرية الموجودة في مناهجنا حول السلامة المرورية، يعني نحن دائما نقوم حتى بتفعيل هذه الأمور بشكل عملي وميداني. المعلم المناوب اللي موجود في المدرسة يشرف على خروج الطلاب بشكل جيد وبشكل منتظم بشكل سليم من المدرسة. نحن حتى كانت لنا تجارب عملية في بعض المدارس، في عنا مدرسة الشهيد سمير ياسين بمحافظة اللاذقية بتربية اللاذقية، تم تصميم مسرحية وحضرها بعض ضباط فرع المرور باللاذقية تحاكي ممرمشات وهمي السيارات كيف تمر، ما هو الوقت المناسب لمرور الطلاب. يعني كل هذه الأمور نحن كنا نطبقها عمليا في مدارسنا. الأكثر من ذلك مثلا مدرسة الفارعة الشيبانية بحمص قاموا بتكريم شرطي المرور اللي يساعد التلاميذ على الخروج من المدرسة بشكل جيد. هذا كله يؤكد التعاون بين وزارة التربية كتطبيق عملي للمناهج وكذلك يعني وزارة الداخلية. تمام. أكيد. بدنا نسألك سيادة العقيد عن أهم حوادث المرور يلي بتصيب طلاب المدارس. طبعا بما يخص طلاب المدارس أغلب الحوادث عم نشاهدها أثناء خروج الطلاب أو أثناء قدومهم إلى المدرسة عم تكون هي حوادث الدهس للأطفال نتيجة عدم الالتزام بالممرات الخاصة بالمشاة أو السير على ضرورة التقييد بالسير على الأرصفة أو استخدام الجسور الخاصة بعبور المشاة. للأسف في عندنا كمان موضوع الحوادث الناتجة أثناء نزول الطفل أو صعوده إلى الحافلة بسبب عدم
انتباه سائق المركبة إلى التعامل الخاص للتلاميذ بكونه بسن صغيرة إلى حد ما. يعني لاحظنا عدد من الحوادث المؤسفة حقيقة اللي هي أثناء نزول أحد الطلاب من المركبة، تم دهسه من قبل نفس المركبة اللي كانت تقله إلى مدرسته. بعد إنزاله من المركبة، سير المركبة دون انتباه سائقها، تم دهس هذا الطفل بشكل يعني صعب جدا يعني ومؤثر. بالإضافة إلى أنه عندنا موضوع قيادة الدراجات النارية بالنسبة لليافعين، إلى حد ما هي عم نشهد فيها كثير من الحوادث الخطرة حقيقة. يعني العمر ما بين وقبل الحصول على إجازة سوق وقبل أن يكون مؤهل لقيادة أي آلية، وخاصة الدراجة النارية اللي هي إلى يعني خصوصية بالقيادة، وتمنح لها إجازة سوق خاصة فيها غير إجازة السيارة أو المركبات الأخرى. صحيح، حتى أحيانا الدراجات الصغيرة للأطفال كمان كتير بتعمل مشاكل بهذا الخصوص. رح نتابع الحديث معك سيادة العقيد، بس خلونا نروح لاستطلاع كونه كاميرا التربوية جالت بشوارع دمشق بمناسبة اليوم العالمي للمرور وأسبوع المرور العربي، وجابتنا هالاستطلاع، خلونا نشوفه ونرجع. طبعا مناسبة عيد المرور نحن بنحب نعايد على شعبنا، بالإضافة إلى جميع العاملين بقطاع المرور، ضباط وعناصر ومدنيين عاملين بهذا القطاع، وبنتشكرهم على جهودهم الكبيرة اللي عم يقوموها من أجل تنظيم حركة السير، بالإضافة إلى التوعية، المشاركة في التوعية المرورية للأخوة المواطنين الذي يؤدي إلى التقليل قدر الإمكان من الحوادث المرورية. طبعا نحن بالبداية لما بيكون في مخالفة مرورية دائما بيتم استيقاف السيارة على أقصى اليمين بشكل أنه ما تعرق للسير. طبعا نحن ممكن نسأل أنه شو سبب ارتكاب المخالفة، نسأل المواطن شو سبب ارتكاب المخالفة، لأنه ممكن بعض الحالات هذه بنسميها نحن متعامل فيها بروح القانون، لأنه نحن عم نتعامل مع إنسان، فممكن واحد يرتكب المخالفة بشكل غير مقصود، فممكن يعني نسأل عن سبب المخالفة. في حال ارتكابه للمخالفة يتم سحب الأوراق وإفهامه للأخ المواطن شو مخالفته وتنظيم الضبط اللازم وإعطائه الوصل. بالنسبة لعملنا إن جيت إلي سهل وإن جيت إلي صعب، هلق سهل يعني كخدمة له البلد ويعني وعملنا الدؤوب اللي بالطريق، وإن جيت إلى صعب لطقوس والظروف اللي مثلا بالجو الشمس البرد، يعني هاي شغلات فينا يعني نتحملها مشان أدي واجبنا بشكل صح. إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، وعلى البلد وعلى القائد وعلى الجيش كله، كل سوريا بخير. نحن موجودين على 24 ساعة طبعا، فئة صباحية وفئة مسائية وفئة ليلية. نحن مهمتنا أول شيء تنظيم حركة السير ونمنع حدوث الحوادث. بالنسبة لشرطة المرور ما عنده عطلة، كونه نحن نمشي السير، نحن مسؤولين عن حركة السير، لهيك نحن مطلوبين زيادة عمل زيادة يعني باقي الأقسام وفروع الشرطة الأخرى. شو بصير في حال عدم تواجد شرطي المرور؟ بتصير فوضى، بتصير حوادث كثير من الاختناقات المرورية بتصير، بس هو شرط المرور أمانة دوره كبير في الشارع، كبير كثير دوره في الشارع، لأنه يعني هو أنا باعتقادي هو الأداة اللي بتخفف من حدة الأزمة في الشارع. يعني ما بيعود في ضبط وسير، هاي بتنعجق الحارات وهيك، ولا بتصير في فوضى بصراحة. إذا ما تواجد شرطة المرور أول شغلة بصير حوادث سير كتير، عدم تنظيم السير، المشاة بيقطعوا مثلا من إشارة المرور، ما بصير في تنظيم للسير. هلا الدور الأول والأخير هو شرطة المرور، لو مو وجود شرطة المرور ما في نظام للسير بالمرة ولا للمشاة. نحن كيف فينا نحمي حالنا من حوادث السير؟ نحاول نخفف هالفوضى، بس وقفت إشارة بس وقفت.
امشي على جنب يعني هيك، يعني داري حالي على الصيف او شيء من السيارات وهيك. أكيد مشكورة جميع جهود عناصر شرطة المرور، وكل عام وهن بألف خير فعلا على الجهود الجبارة يلي بيقوموا فيها، فعلا عملهم نهائيا مو سهل. أستاذ خالد كل عام وأنت بألف خير. أستاذ خالد بدنا نسألك عن أوجه التعاون بين وزارة التربية ووزارة الداخلية، وعن أهم التعاميم يلي صدرت بخصوص تعزيز ثقافة مرورية عند الطلاب. تمام. هلا وزارة التربية صدر عنها تعاميم كثيرة من أجل ضمان السلامة المرورية، لعل يكون آخرها تعميم رقم 2021 العام الماضي تاريخ 15/9/2021. هلأ أول شيء نحن في عنا ما يسمى اللجنة العليا للمرور، يمثل فيها في الوزارة عندنا السيد معاون الوزير، كذلك عندنا في كل مديرية تربية بكل محافظة عندنا لجنة فرعية يرأسها المدير المساعد يعني معاون مدير التربية. كذلك حتى في عنا توجيه من الوزارة أنه دائما تتشكل في كل يعني مدرسة لجنة مرورية من أجل ضمان يعني سلامة خروج الطلاب بما مواعيدهم المحددة، ضمان دخولهم، ضمان عبور الشارع بشكل سليم، وكل هذا يعني دائما في توجيه إلى التعاون مع إدارة المرور. حتى آخر شيء نحن وجه المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بالتعاون مع إدارة المرور بإعداد مطوية اسمها دليل السلامة المرورية الآن من أجل تعميمها على المدارس كلها حتى يتعلموا طلابنا وتلامذتنا ومتعلمينا يعني أسلوب التعامل الصحيح مع الطرقات بشكل لا يؤذي أحد. تمام. نعم. سيادة العقيد بدنا نسألك عن أهم الإجراءات يلي اتخذتوها بخصوص السرعة الزايدة أو بخصوص يعني أهم المسببات للحوادث المرورية، شو الإجراءات يلي تم اتخاذها من قبلكم لتفادي الحوادث قدر الإمكان؟ طبعا مثل ما ذكرتي ومعروف لدى الجميع بأن السرعة الزايدة هي من أولى الأسباب وأهم الأسباب لحوادث السير، لذلك تقوم شرطة المرور بكافة المحافظات ولا سيما محافظة ريف دمشق بوضع دوريات لضبط السرعة اللي هي عبارة عن كاميرات محمولة من قبل رجل الشرطة أو من خلال وضع آليات مركب عليها أو محمل عليها أجهزة رادار لضبط السرعات. كذلك يتم فرض خدمة بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة على كافة محاور والطرقات الرئيسية والخارجية لضبط حركة السير بشكل عام وضبط السرعات وتنظيم الضبوط وضبوط السير بحق المخالفين وفقا للأنظمة والقوانين النافذة، كما يتم هذا بما يخص السرعات الزائدة. يتم كذلك تواجد الدوريات في كافة المفاصل والمحاور الرئيسية لضبط وتنظيم حركة السير لتسهيل عبور الإخوة المواطنين من مستخدمي المركبات ومستخدمي الطريق بشكل عام من مشاة وركاب وسائقين بالشكل السليم والآمن. في قسم أيضا من هذه الفعاليات هو التوعية المرورية اللي عم نحكي عنها وهي الأهم، يعني نحن عندنا جانبين بعملنا، هو جانب منع ومنع المخالفة قبل وقوعها وجانب لقمعها بعد وقوعها وتنظيم واتخاذ الإجراء القانوني المناسب. تم العمل حاليا والتوجه الحالي على ضرورة منع المخالفة بالأساس من خلال التوعية المرورية وإنشاء جيل واعي ملتزم بقوانين السير وقواعد السير حتى نتجنب الوقوع في المخالفة ابتداء والوقوع في حوادث السير المؤلمة والتي ينتج عنها نتائج كارثية من أضرار جسدية تلحق بمستخدمي الطريق أو أضرار مادية تلحق بالطريق أو بالمركبة نفسها وينتج عنها مثل ما حكينا أضرار مادية. تماما. وبالإضافة لما ذكرت كمان من جانب وزارة التربية كان في عدة إجراءات مثل الحملات التوعوية والأنشطة الصفية وتحفيز الطلاب على الثقافة المرورية وعلى الالتزام بالقواعد المرورية من عمر مبكر. بدنا نحكي عن هذا الجانب، شو اللي عملتوه بهذا الإطار؟ هلا نحن دائما مدارسنا توجه من خلال التعاميم والإرشادات من وزارة التربية إلى تفعيل كل مرافق المدرسة لخدمة هذا الأمر، يعني
يعني مثلا أولا عندنا في كل عام اجتماعين أو ثلاثة لمجالس أولياء الأمور، فدائما نحن بنحط أولياء الأمور بصورة التعاون الضروري من أجل السلامة المرورية لأبنائهم. الأمر الثاني عندنا الإذاعة المدرسية، دائما بنحاول نفعل الإذاعة المدرسية ببرامج إرشادية، يعني كل أنشطة فنية مناسبة لتوعية السلامة المرورية عن طلابنا. كذلك في عندنا مثلا دائما عندنا مادة المشروعات وعندنا مواد التعلم الوجداني، بنحاول نخلي المتعلم كمان يبدع بكل الأفكار الجيدة عنده تجاه السلامة المرورية وتجاه سلامته وسلامة زملائه المتعلمين في المدرسة. عندنا بكل مدرسة في عندنا المرشد النفسي، المرشد الاجتماعي، مشرف الأنشطة، هدول دائما عملهم دؤوب أنه يساعدوا كمان متعلميننا على يعني اتخاذ أفضل السبل من أجل عدم الوقوع لا سمح الله في أي كارثة مرورية يعني تؤدي إلى موت أو إلى جراحة أو إلى فقدان أو إلى ما هنالك، وغيرها من الإجراءات الكثيرة يعني بكل مدارسنا. حتى عندنا مثلا تنظيم رحلات مدرسية برفقة ضباط المرور إلى بعض الحدائق المرورية حتى يتعرفوا كمان أكثر على منظومة السلام المرورية يعني بلدنا وخارطة مدارسنا بشكل عام. أكيد بنتمنى السلامة والأمن للجميع. سيادة العقيد، أكيد بالإحصائيات يلي بتورد لعندكم أكيد في إحصائيات عن أكثر الشرائح اللي بتتضرر من حوادث المرور، مين هي أكثر الشرائح وليش دائما نحن وقت اللي بنتوجه ممكن للأطفال أو الشباب أكثر من الشرائح المجتمعية الثانية؟ يتم التوجه إلى تربية وتنشئة جيل مطلع وواعي للثقافة المرورية وضرورة التقيد بقانون السير للحفاظ على هذا الجيل اللي هو مثل ما حكينا هو جيل المستقبل، هو اللي بدنا نعول عليه في البناء والتنمية إلى ما هنالك. طبعا الشريحة الأكثر تعرضا للحوادث السرية شريحة الشباب، كونها هي الشريحة الأكبر من مستخدمي الطريق. أكيد. إن كانوا أطفال أو كانوا شباب، يعني الطفل هو أثناء طب يكونوا متحمسين، الشباب دائما بنلاحظ أنهم متحمسين وفي عندهم نوع من الطيش طبعا بعد. هذا دور التوعية اللي عم نحكي عنه، يعني سبب الاندفاع أو سبب عدم الاطلاع على قوانين السير أو عدم المعرفة فيها، فنحن دور التوعية المرورية خاصة بالتعاون مع وزارة التربية لتسليط الضوء على مفاهيم قانون السير ومبادئه وأهدافه وكيفية تطبيقه، والهدف مثل ما حكينا الهدف الأسمى منه والهدف الأخير هو توعية هذا الجيل للحد من حوادث السير والأضرار التي تنتج عنها. فمثل ما الشاب يعني شريحة الشباب هو اللي بيكون عم يطلع على إنه يحصل على إجازة سوق حتى يركب سيارة، فنحن من نأكد على موضوع ضرورة التعلم والتدريب الجيد قبل الحصول على أي إجازة سوق. إجازة سوق مو هي يعني رخصة لركوب غير السيارة كافية. تماما غير كافية، يجب التعويل والتركيز على ضرورة التدريب، وهذا جزء من التوعية، التدريب والتدريب هو جزء من التوعية للوصول إلى قائد للمركب. يسمى قائد للمركب فهو لازم يكون مؤهل بكافة المجالات، من المجالات الفنية يجب يكون مطلع على الموضوع الحالة الفنية للمركب التي هي هو عم يكون قائدها، اللي هو عم بسوق عملية، لازم يكون متمرس ومتدرب لكافة القيادة بكافة الأحوال وكافة الظروف وكافة الأمور المفاجئة بخصوص الحالة الفنية للمركبة. شو أكثر الأشياء اللي لازم السائق أنه يتفقدك اليوم حتى يتجنب الحوادث قدر الإمكان؟ نحن بنسمع بشكل دائم ومنذ زمن، يعني منذ كنا صغار طبعا بنسمع نحن على وسائل الإعلام خاصة أنه تنصح إدارة المرور الإخوة السائقين بتفقد الحالة الفنية للسيارة قبل السفر، خاصة على الطرقات الخارجية. يعني طبعا هاي العبارات مو هي وضعت كيف متفق، إنما هي عن عبارات مدروسة وضرورية ولازم نطلع عليها أي سائق مركبي. تفقد الحالة الفنية للسيارة هو أي خلل فني بالسيارة يؤدي لكارثة لحادث سير، وقد يؤدي إلى كارثة بشرية. تماما، يعني أو ممكن نقصد أنه تفقد حالة المياه، حالة الزيت، حالة في عندنا أمور كلها، يعني ما في شيء بالمركبة أقل أهمية من غير شيء ثاني. إنما بنركز نحن على الأمور اللي بتسبب حوادث بشكل مفاجئ، تفقد المكابح السيارة، تفقد الإطارات، تفقد مازحات الزجاج،
تفقد الموضوع المبرد، مبرد السيارة، موضوع مكيف السيارة، المكيف أو الشوفاج ما هو فقط لا موضوع يعني التبريد أو التزكية حتى ممكن هو للغباش. عندنا مثلا بفصل الشتاء بنلاقي نحن السيارة اللي ما فيها شوفاج عم بيشكل طبقة من البلور بتحجب الرؤية عن السائق، بتعيق الرؤية، بتسبب مشاكل. هاي الامور في الامور الفنيه بالسياره كلها بنفس السويه نفس الاهميه، تفقد الدوزان او ميزانيه المركبه طبعا. اكيد تمام. اي خلل من المركبه اي خلل ممكن يؤدي لحوادث تماما، انقلابها والى اصطدامها بمركبه تماما. يعني استاذ خالد بدنا نرجع لموضوع المدرسه. دائما الموجه التربوي هو الاقدر على الوصول للطلاب لايصال اي فكره، لايصال اي معلومه، لتعويضهم على سلوك معين. بدنا تعرف منك بما يخص التوعية المرورية شو دور الموجه التربوي؟ تمام. هلا الموجه التربوي يمكن البعض يعلم انه فقط دوره يفوت على المدرسة يحضر درس يقيم هذا الدرس ويحمل حاله ويطلع. لا ابدا، الموجه التربوي هو حقيقة اب روحي للمدرسة، هو معين لكافة مفاصل المدرسة بدءا من المدير وانتهاءا بأصغر طالب أو حتى الأخ المستخدم اللي في المدرسة. هو يشرف على تطبيق كل البرامج التربوية في كل مناحي الأمور، مو بس على بالمناسبة السلامة المرورية. يعني في عنا برامج بيئية، عنا برامج تعاونية ثقافية، بالإضافة هو حتى يكون معهم منذ الصباح، يعني يشرف على دخول الطلاب بشكل جيد وحتى يكون معهم عند الانصراف بشكل سلس وبشكل مقبول. تماما، هي يمكن كلها مدخل لثقافة مرورية صحيحة. فهو بتعاون مع مدير المدرسة، بتعاون مع المعلمين بتذليل كل الصعاب اللي ممكن يعترضها أو تعترضها معلمين متعلمين من أجل يعني تفادي أي خطر ممكن أنه يقعوا فيه. نعم. أكيد رح نتابع الحديث، بس في عنا تقرير حضرونا يا زملائنا، زاروا مدرسة خالد الناظر ورجعونا بهذا التقرير، نشوفه ونرجع. شرطي المرور بوطني سوريا فخور، أنظم السير وأزرع في قلوب الناس الأمان والسرور. لنتعرف على صديقتي إشارة المرور. من أنت؟ أنا اللون الأحمر. ماذا تقول لنا أيها اللون الأحمر؟ أقول لكم توقفوا. من أنت؟ أنا اللون الأصفر. ماذا تقول لنا أيها اللون الأصفر؟ أقول لكم استعدوا. من أنت؟ أنا اللون الأخضر. ماذا تقول لنا أيها اللون الأخضر؟ أقول لكم انطلقوا. نحن الآن في الشارع، هذا رصيف وهذا رصيف، وهنا ممر انطلاق السيارات، وهنا خط توقف السيارات، وهنا ممر المشاة. من منكم يخبرني عن بعض قواعد السلامة؟ لا تلعب بالدراجة الهوائية في الطرقات العامة. قراءة وتفسير علامات السلامة على الطريق. لا تخرج يديك منا في ذات السيارة، اجلس في مقعدك حتى تصل بأمان. الأمان في ربط حزام الأمان. لا تجري في الطريق. احذر احذر أرض المابل في التأني السلامة. لقد ارتكبت مخالفة، مخالفتك هي تجاوز الإشارة الحمراء. بفعلتك هذا كنت سوف تتسبب بحادث وإيذاء الناس. خذ مخالفتك، ارجع إلى الخلف. أنا كنت مستلم الأمور التقنية، قمنا بعمل إشارة مرورية ضوئية عن طريق البطاريات، وقمنا برسم الخطوط الأساسية للطريق من أرصفة وممر للمشاة وخطوط توقف، وقمنا بتدريب التلاميذ على هذا المبدأ، أنه العمل على هذا المبدأ على الطرقات وممر المشاة. هلا التلاميذ نفذوا العمل بشكل جيد جدا، تمام، لأنه كل يوم عم بتدربوا على الأمور هاي بالمدرسة، لأنه داخل بالمنهاج المدرسي، ففي حصة درسية تعطى عن السلامة المرورية وعن التعريف على الأمور، التعامل مع الإشارة الضوئية وغير ذلك. هلا هاي الأمور بتعزز عند الطالب السلامة المرورية وكيف يتعامل بالحياة العملية خارج المدرسة. أول شيء الفكرة نبعت من ضمن المنهاج المدرسي من درس اجتماعية عبر الشارع بأمان، طبقت كدرس نموذجي لتلاميذ الصف بحضور طلاب جامعة، فخطرت لنا أنه نتعمم السلامة المرورية للجميع. ف
فأخذنا طلاب من كل صف، من الصف الخامس والسادس والرابع، وطبقنا لهم قواعد السلامة المرورية وتعريفهم آداب الطريق والسلام الحفاظ على صحتهم وتوجيه بعض النصائح والإرشادات لهم. تم تنفيذها بالتعاون مع إدارة المدرسة والموجه التربوي الخاص بالمدرسة والاستعانة بالطلاب وكتابتها واستخلاص الأفكار من التلاميذ نفسهم. طبعاً نحن لما نزرع من الصغر زرع الوعي المروري لدى التلاميذ والانضباط والهدوء، أكيد هذا رح يعكس على واقع المجتمع بشكل عام وبيعلمهم الالتزام بقواعد السير والسلامة من الأذى والحوادث. مثل ما شفنا أستاذ خالد بالتقرير كان في تفاعل واضح جدا من الطلاب بهي المسرحية الخاصة بالسلامة المرورية. تمام. بدنا تعليقك منا على الموضوع، بدنا نتعرف منك كمان بأي مادة ممكن كان عم بيقول الأستاذ أنه أسبوعيا في درس عن السلامة المرورية، بدنا نتعرف منك بأي مادة ممكن تدرس. هلا نحن بالنسبة لقواعد السلامة المرورية داخلة في مواد كثيرة بمناهجنا، عندنا مثلا الدراسات الاجتماعية، التربية الوطنية، عندنا التربية الدينية، عندنا حتى مواد اللغات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الروسية. بكل موادنا، المادة اللي الآن صار لها سنتين، مادة التعلم الوجداني، مادة الآن الجديدة في هذا العام التربية المهنية، وفي عنا كذلك مواد المشروعات، وفي عنا الأنشطة اللاصفية. يعني إجمالا نحن بكل، وحتى بكل المراحل التعليمية، بالمناسبة بكل مراحل السلم التعليمي، يعني من رياض الأطفال إلى أن ينتهي الطالب من الصف الثالث الثانوي العام أو المهني على اختلاف فروع. فبكل المواد في عنا نحن دائما مرافق أسبوعية شهرية، حتى في عنا بالنسبة ليوم المرور العالمي دائما نوجه المدارس بتخصيص حصة شهرية كاملة يعني توضيح الطلاب قواعد المرور، الثقافة القانونية المرورية، قواعد السلامة في هذا الأمر، وكذلك الأمر على مدار العام. فعلا كثير مهم انه تتعزز الثقافه المروريه عند الطلاب من عمر مبكر. سيادة العقيدة، كيف تقيموا وعي طلاب المدارس بما يخص السلامه المروريه وحتى المواطنين يعني بشكل عام فينا نقول، وكيف شو خطتكم السنويه لتدريب عناصر المرور بهذا الخصوص؟ نحن ذكرنا سابقا بانه لاحظنا التجاوب الكبير والتعاون الملفت حقيقه من قبل تلاميذ مرحله التعليم الاساسي وما بعد التعليم الاعدادي والثانوي من خلال تجاوب الملفت حقيقه من خلال الاسئله التي يتم طرحها من قبلهم على ضباط وعناصر شرطة المرور أثناء إلقاء المحاضرات أو من خلال زياراتنا للحدائق المرورية، ومدى اطلاعهم ومحبتهم لموضوع تعلم أصول القانون، أصول قانون السير وكيفية تطبيقه، ومن خلال نقلهم. يعني نحن عم نلاحظ بأبنائنا أثناء ما عم بيكونوا بالمدارس عم يتلقوا أي درس أو أي توجيه بما يخص المرور، عم يتم ينقلوا الطالب أو التلميذ من المدرسة إلى البيت وإلى المنزل إلى محيطه القريب منه، وهذا هذا عم ينعكس إيجابا على موضوع تطبيقه لقانون السير أثناء سيره بالطريق، أثناء التزامه بممر المشاة إن كان على الرصيف أو كان بسلوكه أو قطع الطريق من خلال النفق المخصص للمشاة أو الجسر المخصص للمشاة، هذا كله شيء لافت. طبعا خطة إدارة المرور هي مستمرة، يعني ابتدأت تقريبا من بداية العام بشكل مكثف. طبعا كان في فعاليات ما قبل بداية العام يعني الأستاذ، يعني إنما تم تكثيف هذه الجهود أثناء العام 2022 وما زالت مستمرة لإيصال المعلومات المرورية والتوعية المرورية والوعي المروري إلى كافة مدارس القطر، ولم نخص بذكر محافظة ريف دمشق، ومن خلال تكثيف الفعاليات، تكثيف اللقاءات، توزيع البروشورات، الندوات، اللقاءات،
تماما. واكيد دائما بناكد على دور الاهل والمدرسه، هن الدور الاساسي أكيد. بعمليه بغرس اي مبدا اي قيمه اي شيء ممكن انه نغرسه بالاطفال. بدنا نبلش من الاهل والمدرسه. بدنا نصائح منك استاذ خالد للاهل وللمدرسه ولجميع الاطفال والطلاب عن موضوع التوعيه المروريه. تمام. هلا احنا دائما دعواتنا لكل اولياء الامور انه دائما يتواصلوا مع المدرسه. هلا احيانا بيكون التواصل بس مشان احنا نشوف السويه العلميه لمتعلمنا زادت نقصت، اليوم درس ما درس، ادى الواجبات ما ادى الواجبات. لا، نحن بدنا المرحله توصل من التعاون الى متابعه احوال المتعلم في كل مفاصل يعني تعلمه، بدايه من خروجه لبيته، مروره بكل استخدامه لكل الطرقات المؤديه من بيته الى المدرسه بشكل سلس، بشكل ما يعيق السير. احيانا بيمشوا الطلاب بشكل جماعات، يعني احيانا ممكن انه يؤدي هالامر لاعاقه السير، فبنوجههم دائما انه لا ياخذوا جانب من الطريق حتى كمان يتركوا المركبات تمشي بسلاسه وبهدوء. وكل هذا كذلك باشراف، هلا كنا عم نحكي من شوي الموجه التربوي بتابعهم حتى وصولهم. كذلك بالنسبه لامر الخروج، يعني احنا دائما ندعو للاهالي انه مو انتم بس بعتوا المتعلم الى المدرسه، لا، حتى نتعاون مع بعض كاداره مدرسه وكاهالي انه نشوف نراقب هذا الطالب بخروجه دائما، دخوله، سلامته، بتهمنا وبتهمكم وبتهم اكيد كل شرائح المجتمع. ضروري كمان التنسيق بين المدرسه وبين الاسره، كمان ضروري التنسيق بين اداره المرور وبين وزاره الاعلام وبين وزاره النقل ووزاره التربيه. دائما الجهود وقت اللي بتتضافر وبيجتمع سوا دائما النتيجه بتكون افضل. كمان بدنا منك نصيحه اخيره سياده العقيد. طبعا احنا من مجمل التوعية المرورية التي تقوم بها إدارة المرور هي أكيد منوجه لكافة شرائح المجتمع ولا سيما أبنائنا طلاب المدارس، التقيد التام بالتعليمات المعطاة من قبل المشرفين أثناء خروجهم من المدرسة، بضرورة التقيد بممرات المشاة إن كان السير على الرصيف أو سلوك الجسور الخاصة بالمشاة. نأكد على اللجوء الى شرطة المرور عند السؤال او الاستفسار عن اي طريق، عن اي طارئ حصل مع الطفل، يلجأ لشرطة المرور اللي هو عبارة عن اخ له بالشارع لتقديم العون والمساعدة. ونحن بنوجه عناصرنا بشكل يومي الاجتماعات الصباحية واجتماعات نهاية الخدمة بضرورة التعامل الجيد مع كافة مستخدمي الطريق ولا سيما أبناء المدارس خاصة في أوقات الامتحانات. وشفنا أكثر من حال نحن شهدت يعني تماما. أكيد نحن بالنهاية دائما نتمنى السلامة والأمن لجميع الطلاب لجميع أفراد المجتمع. طبعا تم تقديم مساعدة لأكثر من طالب متأخر بحيث تم نقله بواسطة نقل دراجة الشرطي إلى مركز الامتحان. تعليمات معطاة لأي شرطي بشكل دائم وخاصة بفترة الامتحانات دون تردد. أي طالب بيلجأ لشرطة المرور متأخر عن دوامه أو ما بيعرف مركز الامتحان المخصص له أو بيلجأ لشرطة المرور هو راح يكون أكيد مشكورة جهود الجميع. وبنرجع بنقول بنتمنى السلامة والأمن دائما للجميع. بدنا نشكر كثير حضورك معنا سيادة العقيد إياد عبلة رئيس قسم العمليات في فرع مرور ريف دمشق. كل الشكر لك. يعطيكم العافية وكل عام أنتم بخير. كل عام أنت بخير. وأيضا نتشكر حضورك معنا الأستاذ خالد الطويل الموجه الأول لمادة التربية الإسلامية بوزارة التربية. كل الشكر لحضرتك. كل الشكر لحضرتك. كل الشكر. مشاهدينا، سواء كنت تقود سيارتك أو كنت تسير على الأقدام، دائما تذكر أن هناك طرفا آخر يشاركك الطريق. لذلك يجب علينا أن نمد أيدينا لبعضنا بعضا ولنحظى بأساسيات الأمان وأسبابه. وكما يقولون، التأخر في الوصول خير من عدم الوصول. وليكن شعارنا الأمل بالوعي والالتزام. وكل عام وأنتم بألف خير. جعل الله دروبكم سلامة وأمان.